أعزائي مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان، تحياتي لحضراتكم. النهاردة لكل المصريين طبعا يوم مهم جدا، نهائي بطولة الأمم الإفريقية. واحد من يعني نجوم مصر اللي لمعوا في هذه البطولة، واللي فيه أمل كبير جدا يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى أن يكون عليه، الكابتن محمد أبو جبل حارس منتخبنا المصري ابن محافظة أسيوط. النهارده ولقاء مع مدربه والاب الروحي ليه كابتن وائل شعيب، مدرب حراس المرمى بنادي اسمنت اسيوط، واللي درب محمد ابو جبل لمده 3 سنوات، واللي محمد مازال على تواصل مستمر معاه لحد النهارده صباح اليوم. وكان ما بينه وما بين مدربه واللي رباه رسائل خاصه هنعرفها في هذا البث المباشر. خليني في البدايه ارحب بكابتن وائل شعيب على شاشه تلفزيون اليوم السابع، ونقول له يا كابتن يعني ان شاء الله تمنياتنا لمصر النهارده تحسم الموقف. خلينا في الاول نتعرف على حضرتك بشكل تفصيلي. اتفضل يا كابتن، خلي المايك معاك. وائل شعيب، مدرب حراس مرمى نادي اسمنت اسيوط، ويعني ربنا كان موفقني لحد كبير جدا مع محمد ان انا يعني اشوفه في الشبان المسلمين، ومن هو عنده 13 سنه و14 سنه وهو مدرسه الكوره في الشبان المسلمين، اشتغلت معاه في الشبان طبعا، بالاضافه ان كان شغال معاه الكابتن سامح بشرى في الفريق الاول، ان هو كان متصعد فريق اول وهو عنده 14 سنه. وبعد كده بعد مفاوضات مضنيه لمده سنتين ما بين شبال المسلمين وبين اسمنت اسيوط، تم الانتقال لاسمنت اسيوط. والحقيقه انا كنت متابع مع محمد باستمرار في الفتره دي، لان كان في يعني تعثرات شويه في المفاوضات ما بين الناديين، يعني لغايه لما ربنا كرم وروحنا وقدرنا ان احنا نحصل على توقيع محمد وتوقيع اهله يعني الحقيقه، ونادي الشبان المسلمين وافق ان هو ينتقل لنادي اسمنت اسيوط. طبعا احنا عندنا مدرسه حراس المرمى، تدريب حراس المرمى في نادي اسمنت اسيوط مدرسه مميزه جدا، يعني كان عندنا كابتن جلال عبد اللطيف كان الهيد ماستر بتاعنا، وكان العبد الفقير الله كابتن عادل علي، وطبعا كابتن الدكتور رندي عبد العزيز مدرب حراس المرمى كان وقتها فريق الاول، وحاليا في قطر رفع اسمنا استاذنا طبعا كلنا. وطبعا كان معاه مجموعه من حراس المرمى المميزين جدا في الفريق الاول، يعني لما تم تصعيده مع الدكتور جمال محمد علي في الدوري الممتاز، وطبعا بتوصيه من الدكتور عماد سمير مدير قطاع ناشئين وقتها انه يطلع فوق، طلع فوق مع مجموعه كوكبه من حراس المرمى العظام الحقيقه، الكابتن طارق سليمان مدرب حراس النادي الاهلي السابق وحارس مرمى مصر والنادي الاهلي والمقاولين العرب، كابتن وليد ابراهيم مدرب حراس مرمى نادي الزمالك ومن اعظم مدربين الحراس دلوقتي، كابتن مجدي عابد الراجل المدرب في السعوديه من اعظم مدربين اللي حاملين رايه مدربين حراس المرمى في المملكه. انا عايز ادخل شويه على محمد ابو جبل حارس المرمى، الانسان تدريباته ازاي اشتغل على نفسه، وحضرتك مدربه ازاي اكتشفت ان محمد ابو جبل ده ان شاء الله كله شأن كبير ويصل الى ما وصل اليه الان. محمد كان واضح جدا طبعا امكانياته الجسمانيه وامكانياته النفسيه ومقوماته النفسيه، كان واضح جدا جدا منذ الصغر ان هو هيبقى حارس مرمى ممتاز، وكان ربنا سبحانه وتعالى موفق الواحد في ان هو يتوقع ان هو يبقى حاجه كويسه، وبقي الحمد لله رب العالمين. قصه كفاح كبيره جدا جدا هو واهله هي اللي دعموه من وهو صغير، كان عندهم امل كبير جدا فيه ان هو يبقى حاجه، زي ما بيقولوا الابس اند داونز، رحلات الصعود، رحله الصعود والنزول والتعثرات اللي قابلت محمد، برغم ان هو كان يعني دولي من هو عنده 16 سنه. محمد انضم لمنتخب مصر ناشئين وشباب واولمبي ولعب وكان اساسي على كل حراس مصر في الفرق دي كلها، يعني هو لعيب دوري قديم وعارف حجم التيشيرت بتاع منتخب مصر عامل ازاي، الى انه كان باين من الصغر ان هو عنده الشخصيه والمقومات ان هو يبقى حارس مرمى كويس. كل من يراه، كل من يلعب امامه، يعني احنا كنا بنلعب في بطوله الجمهوريه، كان مع الكابتن جلال في بطوله الجمهوريه مواليد 89، كان كل ما يروح يلعب ماتش بره على بال ما نرجع نلاقي فاكس مبعوث بمحمد، الاسماعيلي عاوزه، الاتحاد عاوزه، الاهلي عاوزه، الزمالك عاوزه،
الى ان ربنا كرمه في الاخر وراح نادي انبي، وكانت من اكبر الصفقات اللي عدت على تاريخ الاسمنت. يعني مواظبته على التدريب، تحمله على نفسه، قدراته التدريبيه كانت عامله ازاي حضرتك؟ محمد وحش تمرين، وحش تمرين. محمد يموت 3 مدربين وهو يفضل شغال. لا بسم الله ما شاء الله، كان يخلص تمرينه مع كابتن جلال يستخبى منه ويروح رايح جاي لي يتمرن معايا، يستخبى مني بعد ما يخلص يروح رايح يتمرن مع الكابتن عادل، يستخبى ويروح طالع، وعنده استعداد ان هو يتمرن 48 ساعه في 24 ساعه. امكانيات بدنيه غير طبيعيه، ربنا يعني حافظ عليه يا رب، ويكون النهارده يعني محمد تملي لما بيستدعى ان هو يبقى موجود في الموعد، تملي تلاقيه في الموعد. لما اصيب محمد الشناوي في ماتش ليبيا كان محمد موجود، في تصفيات كاس العالم كان محمد موجود وفي الميعاد، ولما اصيب محمد الشناوي في ماتش اتمنى له السلامه ان شاء الله. يا رب يا رب، من اعظم حراس المرمى في تاريخ مصر وفي افريقيا محمد الشناوي. لما اصيب محمد كان في الموعد وكان موجود بقوه، وشيء يفرحنا كلنا وبصفه عامه وكمصريين وكمدربين حراس مرمى تحديدا، ان يبقى محمد الشناوي احسن حارس مرمى في الدور الاول، ومحمد ابو جبل هو احسن حارس مرمى في البطوله في الدور الثاني. حاجه رفعتنا فوق قوي قوي. ضربات الجزاء اللي محمد ابو جبل متميز فيها، واللي يعني يعتبر قبل بلاء حسن خليفه طبعا للسد العالي عصام الحضري، الجزئيه دي حضرتك يعني الناس بتطمئن جدا وابو جبل واقف في حراسه المرمى قدام اي ضربه جزاء. الجزئيه دي في من بدري يعني كان بيشتغل عليها قوي، ليها سيستم معين في التدريب؟ الـ احنا بنقول دايما لا يصح الا الصحيح، والـ 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 والحاجه لما تبقى مبنيه على حاجه صح النتاج بتاعها دايما بيبقى دايما صح. مسابقات اللي لعب فيها محمد، مسابقات الناشئين كلها، كان دايما التعادل ما بين اي فرقه، ما بين فرقتين وبعض، كان دايما لازم يتلعب ضربات جزاء. الدوري كان نظامه كده، فانتج هذا ايه؟ لازم الفرقه الكسبانه تاخد بونتين والفرقه المهزومه تاخد بونت، مش بونت وبونت بعد التعادل، في افضليه للي هيكسب. فده عمل نتاجه ايه؟ نتاجه التخطيط اللي خطط في الوقت ده، نتاجه ان احنا معانا دلوقتي حارس مرمى وحش في ضربات الجزاء. محمد مميز جدا جدا في ضربات الجزاء. محمد لما كان في الزمالك المره الاولانيه كان ولما كان في انبي كان مميز في ضربات الجزاء، ولما راح السموحه كان مميز جدا في ضربات الجزاء، ولما رجع نادي الزمالك تاني مميز في ضربات الجزاء، وهو في المعترك الافريقي الكبير محمد جايب لنا ماتشين ضربات جزاء. يعني حاجه بقت خلاص على راي الاستاذ علي محمد علي وهو بيعلم المباراه، قال قفلها لهم كاميرون مش كانوش شايفين، قفل المرمى ما شاء الله. كل الناس بتشوف الماتش بشكل واكيد مدرب حراس المرمى بيبقى شايف اللاعب بتاعه ابنه اللي رباه بشكل تاني، كلنا بنبقى بنتمنى ان يصد ضربه الجزاء، ان شاء الله يكون المكسب لينا. انت بقى بيبقى شايف المنظور بمنظورين، المنظور الاول مصيريتك كمصري، المنظور الثاني ابنك اللي واقف في حراسه المرمى. بتسمع الماتشات ازاي؟ ببقى في حاله يرسى لها يعني. قلقان عليه على قد الثقه اللي ببقى يعني موجوده جوايا في محمد وفي امكانياته الفنيه وخبراته، على قد ما ببقى قلقان عليه من اي حاجه. يعني موضوع الاصابه اللي جاله في ماتش المغرب دي انا كنت قلقان منها جدا، خايف لا موضوع يطول معاه. بقيت اقول في دماغي يعني حتى اي حد غالي عليه ولا كل المصريين، يا ابني انا حتى لما جات لك الفرصه وظهرت بشكل كويس تتصاب الاصابه المقرفه بتاعه الضمه دي، لكن هو تحمل على نفسه على قد ما قدر. وانا بشكر الجهاز الطبي بتاع منتخب مصر، عملوا معجزه والله. يعني ان يتم استشفاء العضله الضمه من الاجهاد في يومين ثلاثه ده حاجه عظيمه يعني. فبيبقى الواحد قلقان عليه فنيا، خايف لاي حاجه تحصل معاه، خايف لاي. شوف كمصري وكابنك في المرمى مسؤوليه كبيره جدا جدا، يعني ربنا يكون في عون كل اللي زيه وفي عون اهله وفي عون حبايبه وفي عون اخواته، يعني ربنا يكون في عونه. وان شاء الله ربنا احنا عندنا ثقه ان هيرجع بالكاس ان شاء الله باذن الله. محمد بيتواصل معاك؟ يعني كلمنا عن المحادثات اللي ما بينكم، بيكلمك امتى؟
لحد النهارده في تواصل ما بينك وما بينه بعد ما راح المنتخب ولا ما فيش تواصل؟ محمد يوميا يعني. محمد من ساعة ما ابتدى ينزل الملعب من ماتش كوت ديفوار وهو بيقول منشتات رنانة بسم الله ما شاء الله عليه. بعد ماتش كوت ديفوار بقول له يا ابني ايه الرجولة دي والحلاوة ده؟ قال لي يا عم انتوا مالكمش دعوة بينا، ارمونا في النار بس ومالكمش دعوة بأي حاجة. بعد ماتش المغرب وبطمن عليه هل هيلعب على بعد الإصابة. طبعا احنا كنا قلقانين جدا عليه، الواحد ما كانش برضو عايز يتصل بيه يعطله ان كان هياخد جلسة او هياخد اي جلسات علاجية او كلام من ده. قبل ماتش الكاميرون بقول له ايه الاخبار عامل ايه؟ قال انا لو برجل واحدة هلعب عشان خاطر مصر. النهاردة سمعت حضرتك احنا عايزين نسمعها كلنا مع بعض كمان الرساله. تامر يعني انا برضو اقرب بس المايك كمان لحد ما حضرتك تطلع الرساله دي. رساله يمكن خاصه احنا معانا على اليوم السابع، دي رساله صوتيه من الكابتن محمد ابو جبل لمدربه وابو والوالد الروحي ل يعني كابتن شعيب اللي هيسمعنا دلوقتي. يا رب الصوت يكون واضح للساده المشاهدين. دي رساله صوتيه من محمد ابو جبل النهارده وهو صاحي من النوم بيطمن مدربه ان شاء الله على الماتش ان هيبقى ماشي ازاي. استاذنك نشغلها. حبيبي عمر صباح الفل عليك يا حبيبي، ربنا يخليك ان شاء الله خير يا حبيبي باذن الله. والله واثق في ربنا كبير جدا وثقتنا كلنا في ربنا كبيره جدا ان احنا ربنا يعافينا النهارده ان شاء الله. يعني هو الصوت لو ما كانش واضح هو بيقول ما تقلقوش يا جماعه ان شاء الله مش هنرجع غير بالكاس في ايدينا واحنا كلنا ثقه في الله سبحانه وتعالى وهنعمل اقصى ما عندنا عشان خاطر ان احنا نجيب البطوله ان شاء الله. كلمه اخيره بقى لابو جبل وبعد كده لينا كلنا كده ان شاء الله اطمننا ليه انا عايز حد يقول لي حاجه يطمني. طيب كلمه احنا كلمه لمحمد. يا محمد ربنا يوفقك يا حبيبي ويكرمك ويحفظك. انا عارف انك انت قد المسؤوليه وعارف انك انت وصلت لاعلى مستويات النضج والثبات الانفعالي وان شاء الله ربنا يكرمك كرم كبير ان شاء الله النهارده وعلى الاقل ان شاء الله باذن الله تريحنا كلنا نبقى قاعدين مرتاحين. مصر كلها دلوقتي يا محمد بتتكلم عليك وبتقول عليك انك انت الاسد في العرين وانت قد الثقه دي. ان شاء الله ترجع انت عملت اللي عليك واكتر، لكن احنا عشمانين في اكتر واكتر انك يعني ترجع بالكاس ان شاء الله. انا عايز اوجه رساله لابوه وامه تحديدا، يعني اقول لهم يا زين ما ربيته، دي دعويكم وده تعبكم مع محمد وتحملكم معاه واستحمالكم ليه واستحمالكم عليه، وربنا سبحانه وتعالى عوض صبركم بخير انتوا وهو واخواته يعني. وربنا سبحانه وتعالى يكرمهم جميعا وان شاء الله نبارك لبعض بعد المباراه النهارده بالمكسب باذن الله تعالى. سعيد جدا. اعزائي مشاهدي ومتابعي يوم السبت في كل مكان، ده كان لقاء مع كابتن وائل شعيب مدرب حراس المرمى لنادي اسمنت اسيوط، واحد من اللي دربه محمد ابو جبل على مدار 3 سنوات والوالد الروحي ليه. ويمكن الرساله النهارده اللي كانت من محمد لمدربه حاجه يعني تدعو يعني الى الاحترام والتقدير، وازاي اللاعب بعد ما بيوصل لقمه حتى الهرم الرياضي كحارس منتخبنا المصري فاكر افضال الناس اللي كانت معاه منذ الصغر. تحيه كبيره جدا للاعبنا وحارس مرمى المنتخب المصري محمد ابو جبل، نتمنى له باذن الله سبحانه وتعالى يكون في الموعد وعلى قد المسؤوليه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. نكون النهارده نحتفل باذن الله بالفوز. تحيه لحضراتكم لطيب المتابعه، كنت معكم من هنا من محافظه اسيوط هيثم البدري مدير مكتب اليوم السابع محافظه اسيوط، وشكرا لطيب